فرص عمل لمواطنينها، وبالتالي لابد ان احنا نفكر ما نعرفش نستسلم، خاصة وانه هدفنا ان نزود فرص العمل للناس. فهدفنا ان نفتح بيوت، نفتح فرص عشان الناس تقدر تصرف على بيوتها وعلى اسرها. وبالتالي لازم افكر في هذا الشأن، لازم افكر في مصلحة الاقتصاد المصري، ولازم افكر في اوضاع الاقتصاد المصري. لازم افكر برضو هو الحاجة اللي هي بقى لها فترة دي، هل هي مناسبة انها تستمر في الوضع ده ولا لا علينا نبص فيها. وبرضو ابص ايه هي المزايا وايه هي العيوب. احد الادوات اللي فكرنا فيها هو موضوع الدور الجمركي. يا ترى بقى له 13 شهر على الوضع اللي هو عاملها اللي هو 16 جنيه، هل نكمل ولا في متغيرات جديده تتطلب ان احنا نفكر؟ ف يعني احنا بنفكر زي حضراتكم وزي اي مواطن، لانه في حاله من الحراك، الحراك موجود والتغيرات موجوده، وما ينفعش ان احنا نفضل واقفين مكاننا و يعني ما نعملش اي حاجه. فاحنا هدفنا تاني لما بناخد القرار بنبص لصالح بلدنا ولصالح مواطنينا ولصالح الاهداف العامه والاستراتيجيه لهذه الدوله والصناعه في هذه الدوله، وانا باكد وبدوس على كلمه والصناعه في هذه الدوله.